وبداية بنتحدث عن كلية الهندسة. يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالشارقة. حياك الله دكتور. شكرا أخت مريم. بداية دكتور، لو نتعرف عن أهداف كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية. تعتبر كلية الهندسة اليوم واحدة من أفضل كليات الهندسة على مستوى العالم العربي. صحيح. نفتخر في كلية الهندسة على أننا نعمل على تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمبدعين والمفكرين والقادة الذين يستطيعون حل أصعب المسائل المحلية والعالمية والتأثير على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، نعمل بجدية دائما على توفير للطلاب فرصة فريدة من نوعها ومتميزة داخل وخارج الصف الدراسي، بحيث نجعلهم طلاب ومهندسين متفوقين ومتميزين بعد التخرج. نفتخر اليوم أيضا بأننا عندنا هيئة أعضاء تدريسية متميزة تشمل 90 أستاذا، بالإضافة إلى 25 أستاذ مختبرات، بالإضافة إلى 20 إداري. من 90 أستاذ في كلية الهندسة، 85 من الأساتذة يحصلون على شهادة الدكتوراه من أفضل الجامعات الأمريكية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا. بالإضافة إلى ذلك، 10% من الأساتذة يحصلون على حاصلين على شهادة دكتوراه من أكبر أفضل الجامعات في المملكة المتحدة، و 4% من الأساتذة حاصلين على شهادة دكتوراه من جامعات أوروبية عريقة. كلية الهندسة توفر العديد من الفصول الذكية والمختبرات. حاليا الحمد لله عندنا 60 اكثر من 60 مختبر مزود بافضل واحدث التجهيزات، موزعة على 3 مباني مختلفة. مساحة المباني اجماليا حوالي 38,000 متر مربع. تخدم جميع طلاب الهندسة، تجمع جميع كلهم الهندسة. ونعمل دائما على تطوير وتحديث البرامج الهندسية. في هذا العام، بما أننا نحتفل بالعام اليوبيلوس الفضي للجامعة الأمريكية في الشارقة، قمنا بتحديث جميع برامج الهندسة بإضافة مواد علمية وهندسية جديدة تكون مناسبة لسوق العمل اليوم، وبالإضافة إلى إضافة تركيز على السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة. صحيح. التي تساعد الطالب بعد التخرج على يعني على وجود ليواكب سوق العمل بالضبط. وقمنا أيضا بإضافة مادة الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الهندسة، بحيث أنها تكون جزء من أي طالب هندسي بعد التخرج، بحيث أنه نعتبره طالب ذكي، مهندس ذكي في أي مجال من مجالات الهندسة مع معرفته في مادة الذكاء الاصطناعي، لأنها حاليا مادة يحتاجها الشخص في أي مجال في الهندسة. وحاليا نحن في صدد إطلاق حوالي 4 برامج جديدة، 3 ضمن البكالوريوس، 1 باسم الماجستير، يتم مراجعتهم اليوم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله سوف يعلن عنهم قريبا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة. كلية الهندسة اليوم تحتوي على 2500 طالب، هي أكبر كلية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. حوالي 2200 طالب هم طلاب بكالوريوس موزعين على 7 برامج، و 300 طالب يدرسون الدراسات العليا موزعين على برامج مختلفة بالماجستير والدكتوراه. نفتخر أيضا بأن الطلاب يشملون حوالي 60 جنسية، أكثر جنسية هي جنسية طلاب المواطنين، نسبتهم 25% من طلبة الهندسة. بالإضافة إلى ذلك، كلية الهندسة حاليا نسبة النساء فيها 37% مقارنة بالمعدل العالمي لحوالي 20% بالنسبة للهندسة، وهذا نسبة جيدة، ونطلع أن نوصل إن شاء الله لمدة 50-50 في الأيام القادمة. بالنسبة للطالبات الدراسة العليا نسبتهم 47%، وهذا طبعا الحمد لله وصلنا تقريبا للهدف 50-50 نطلع إليه، وهذا شيء يفتخر فيه ويحبث على أن الطالبات في دولة الإمارات عندهم يعني وعي وعندهم حماس على هذه المجال الذي يساعد على حل أصعب المشاكل وتغيير العالم للأفضل إن شاء الله. صحيح. دكتور فادي، عند قبول هذا الطالب المستجد دائما ما يكون في حيرة من أمره في أي تخصص أدخل، أي تخصص هو أنسب لي، لو نتعرف أكثر على ما هي التخصصات التي تندرج تحت مظلة كلية الهندسة. كلية الهندسة اليوم تحتوي على 7 برامج بكالوريوس و9 برامج ماجستير
وبرنامجين للدكتوراه. بالنسبة لبرنامج البكالوريوس عندنا برنامج علوم الحاسوب، برنامج هندسة الحاسوب، برنامج هندسة الكهربائيات، عندنا برنامج هندسة المدني، هندسة مدنية، هندسة الكيميائية، وهندسة الهندسة الصناعية، بالإضافة للهندسة الميكانيكية. فهذول السبع برامج اللي هم برنامج البكالوريوس. وكما قد قدمت أننا سوف نضيف إن شاء الله ثلاث برامج جديدة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. وبالنسبة للماجستير عندنا نفس السبع برامج، الست برامج الأصلية اللي هي الكهرباء، برنامج الماجستير بالكهرباء، هندسة الكهرباء، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة المدني، وهندسة الصناعية، هندسة صناعية، وهندسة الميكانيك والكيمياء. بالإضافة إلى عندنا أربع برامج مالتي ديسيبلينري اللي هي يعني متفرعة على عدة نقاط، منها هندسة طبية، والهندسة الانجينيرينج مانجمنت اللي هي إدارة الهندسة، والكونستراكشن مانجمنت اللي هي إدارة المباني والمشاريع، بالإضافة إلى الميكاترونكس، هندسة ميكاترونكس اللي هي تتطرق إلى الميكانيكال، الميكانيك والكهرباء والكمبيوتر. بالنسبة لبرامج الدكتوراه عندنا الحين برنامج اللي هو برنامج الانجينيرينج سيستم مانجمنت أو إدارة الإدارة الهندسية، وتم الموافقة فيبدأ برنامج البايو ساينسز أند بايو انجينيرينج اللي هي علوم الحيوية والهندسة الحيوية، وسوف نبدأ في هذا البرنامج في تاريخ شهر 9 2023، وتم الموافقة من وزارة التربية والتعليم فيه، فيكون ثاني برنامج لنا ما شاء الله. إذن هذه أبرز البرامج المتاحة لجميع طلبة كلية الهندسة. نعم. صحيح، من البكالوريوس والماجستير أيضا والدكتوراه. نعم. نعم. لو تحدثنا أكثر دكتور عن التصنيفات التي أخذتها كلية الهندسة في الجامعة. تم تصنيف كلية الهندسة على مرتبة 356 على مستوى العالم. جميل. وكانت قفزة وقمنا بقفزة 40 نقطة من العام الماضي، وهذه طبعا كانت يعني قفزة جميلة لتثبت على مدى أداء الكلية وتأثيرها وجودتها في تقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع. بالإضافة لذلك تم تصنيف خريجين الهندسة وعلوم الحاسوب من كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة كأفضل اختيار لأصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور، أهم سؤال ما يجول في خاطر الطالب والأباء أيضا، إلى أي مدى يتم تطبيق البرامج العملية في كلية الهندسة، وكيف تنعكس على مخرجات الطالب لاحقا بعد تخرجه؟ بالنسبة للطلاب كلية الهندسة في البكالوريوس، جميع الطلبة مطلوب منهم مشروع تخرج على مستوى على مدة عام كامل. صحيح. يعمل عليه فريق الطلاب يتكون من 3-4 طلاب. معظم المشاريع التي نعمل عليها اليوم يعني تشمل مشاكل محلية أو عالمية، وتتم بالتعاون مع شركات، بحيث أن نرسل الطالب إلى هذه الشركات في خلال فترة الصيف أو خلال فترة إجازة الشتاء كإنترنشيب أو كتدريب صيفي أو تدريب شتوي، بحيث أنه يتدرب مع الشركة على بعض هذه المشاكل، ومن ثم لما يعود إلى الجامعة يعمل على حل هذه المشاكل بالتنسيق مع أستاذ أكاديمي في الكلية، بالإضافة إلى مهندس أو مشرف من جهة العمل التي تم العمل عندهم. هذا الفصل أطلقت كلية الهندسة برنامج نخبة، هو مختص فقط لكلية الهندسة للخريجين. هي برنامج النخبة تقوم في بالتعاون مع شركات ومؤسسات حكومية والقطاع الخاص، قمنا بشراكات قوية بين الطرفين لتعزيز التعاون ومساعدة الطلاب على العمل في هذه الشركات وتبادل الخبرات، وبالإضافة إلى العمل على الأبحاث التي تقوم فيها داخل الكلية. فمن برنامج نخبة استطعنا أن نوفر للطلبة فرص أكثر مع الشركات لتحديث خبرتهم وتجربتهم العلمية. جميل، يعني أنتم تضعونهم في وسط سوق العمل لكي يأخذون الخبرة بالطبع والمهارات. بالضبط. ونطلع إلى يعني العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية بالتعاون معنا والانضمام لهذا برنامج نخبة لمنفعة الطلاب ودولة الإمارات العربية المتحدة. جميل جدا.